غير يعني مشاكل، طبعا مشاكل صحيه مختلفه، قد تكون مشاكل ديدان او طفيلات في الامعاء، دي قد تكون سبب. يعني انت اللي بتاكله الديدان شغال عليه بتاكله، فانت بالفعل مهما اكلت تقول يا دكتور انا اكلت كتير جدا، باكل كتير جدا، ما بسيبش حاجه الا لما اكلها علشان ازيد في الوزن، وبرغم من ذلك ما بزيدش في الوزن. طب ايه السبب ان مفيش زياده؟ طيب السبب شنو؟ ما هو بقى دي نتكلم. السبب قد تكون ديدان في الامعاء، قد يكون هناك فرط نشاط في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتاعتنا بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين. اما بيبقى في فرط نشاط في هرمون الثيروكسين فده بيزود معدل الحرق، فانت برضو مهما اكلت فالاكل بتاعنا بيتحرق بشكل متواصل، ما بيتخزنش فتلقائي. قد تكون المشكله السعرات اللي بتخش الجسم اقل من السعرات اللي بتطلع، عنده فرط نشاط وحركه. عشان كده في حاجه اسمها الانرجي بالانس، بنقول دي ان الطاقه الماخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه. لو الاثنين متساويين يبقى في ثبات في الوزن. لو الطاقة المأخوذة من تناول الطعام أقل من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة هيكون في نحافة، لو أكبر يبقى في سمنة. فدي دي دي ده إن لم يكن هناك خلل مرضي زي ما قلنا. قد تكون مشاكل ديدان في الأمعاء، قد تكون مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية وإفراز هرمون الثيروكسين فبيبقى في حرق عالي فالجسم ما بيستفدش بالأكل بتاعه. قد يكون مشاكل، يعني مثلا يا جماعة عايزين بس نوجه الناس، لو واحد كان وزنه طبيعي ومرة واحدة